لو العدسة بتشكك في عينيكي، بتحسي بوجع، بتلبسي العدسة بتحسي ان هي مش مريحة في عينيكي، تعملي ايه؟ ده اللي انا هقوله في الفيديو دوت. كمان هقول بعض التحذيرات اللي لازم اي حد بيكون بيستخدم عدسات لازم يكون عارف التحذيرات ديت، لان لو مش عارفها وجه في وقت كده من وهو بيستخدم العدسة وغلط وعمل الحاجة ديت، وممكن تسبب اللي هو يخسر عينيه خالص. فلازم تعرفي لو انت بتستخدمي عدسات الحاجات والموانع اللي ما ينفعش ابدا تعمليها، لان ممكن فعلا تكون الخساره تكون كبيره قوي، الله لا يقدر لاي حد. فطبعا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونسيت اعرفكم بنفسي، انا ايه فوده، ويلا بينا نبدا الفيديو. عينيا دايما فيها زي شكشكه، فيها زي وجع، انا غسلت العدسات كويس وبرده ما فيش فايده. طيب لازم تبقي عارفه كويس قوي اللي في حاجه اسمها مرطب للعين. يعني ايه مرطب للعين؟ يعني انت لازم ترطبي عينيكي زي ما بتهيئي بشرتك اللي انت هتستخدمي عليها ميك اب. فبتبداي اللي انت تروحي ترطبيها اول حاجه، وبعدين تحطي الميك اب. نفس الحكايه مع عيونك، بتعملي ايه؟ كل اللي انت بتعمليه اللي انت لازم تبقي طالما مستخدمه عدسات، انت لازم تستخدمي قطره بتكون اسمها مرطبه للعين، تمام كده؟ او في بعض الشركات بتقول عليها قطره دموع اصطناعيه او قطره بديله للدموع. انا استخدمت عموما من كذا شركه، استخدمت قطرات كتير جدا، لان طول ما انا بستخدم عدسات وانا بقالي سنين بستخدم عدسات بستخدم القطرات ديت، تمام. جربت اكتر من شركه، واحط لكم افضل الحاجات اللي انا جربتها يعني. لكن انت ممكن تروحي الصيدليه عادي وتقولي له انا عايزه قطره تكون مرطبه للعين وبديله للدموع، فهيديكي بقى اي نوع على حسب ما انت ممكن تجربي وعلى حسب ما ترتاحي على اي نوع. في النوع دوت انا جربته وكان كويس جدا، ودوت مكتوب عليه مرطب وبديل الدموع محلول معقم. عموما انا قلت لكم كل المسميات اللي تقدروا تقولها لاي صيدلي علشان يديكي القطره ديت. بتستخدميها ازاي؟ بتستخدميها قبل ما بتستخدمي العدسات تقريبا بربع ساعه، وده كمان هتلاقي على فكره دايما في المنشور بتاعها الطريقه اللي انت بتستخدميه بيها. بتستخدميها قبلها بربع ساعه كده، انا دايما بحطها او بتلت ساعه، وبعد كده بحط العدسات. وطول ما انا بستخدم القطره، طول ما انا بستخدم العدسات بستخدم القطره معاها، فالدنيا بتكون كويسه جدا، وبالعكس العدسه بتكون معايا مريحه. دي اهم الاسباب يعني، لان انت ممكن تكوني جربتي كذا نوع عدسه وتقولي العدسه دي مش مريحه، فتجيبي غيرها وتقولي برضو مش مريحه، فدي كانت حاجه لازم تعرفيها ضروري جدا. ويلا بينا نشوف الموضوع. التحذير دوت لازم اي حد بيستخدم عدسات لازم يبقى عارفه، وهو الميه. المية انت ممكن تبقى ايدك فيها مية، يعني انت تروحتي كده شبه الشطرة تغسلي ايديكي علشان تستخدمي العدسات، ممكن يكون عليها بعض القطرات من المية وحطيتي العدسة ولمست المية ديت واستخدمتيها في عينيكي، ده ممكن اصلا يخليكي تخسري عينيكي خالص. ده غير بقى بالاضافة اللي في بعض الناس، وده اللي صاحبتي عملته، اللي هي كانت في الشارع والعدسة وجعتها، قالت خلاص انا هشيلها، انا خلصت يومي فهبدأ بقى اللي انا اشيلها انا مروحة، فمحاش حاجة تحط فيها ومحاش محلول، قامت حطاها في علبة صغيرة وحطت معاها مية، فكرت ان المية دي تحفظها، بعد كده جت تستخدمها طبعا حصلت لها اضرار كتير جدا في عينيها، الحمد لله ان ربنا سترها. لكن في بعض الناس تانية، في كمان جريدة كبيرة جدا كانت اتكلمت عن فتاة بريطانية، كل اللي هي عملته ان هي بس كان في بعض القطرات من المية وحطت العدسة على ايديها ولمست قطرة المية وحطتها جوه عينيها، ففي طفيلي اخترق القرنية وللأسف سبب لها عمى. فخدوا بالكم المية ممنوع خالص، ولا على ايديكي ولا اللي انت تحطي العدسة في المية. وده اللي خلاني اتكلم عنه، اللي انا سمعت فيديو لبنوتة كانت هي اللي طالعة تعمل الفيديو، بتقول ان هي بتستخدمش العدسة الا ان هي تحطها على لسانها وبعدين بتغسلها بالطريقة ديت يعني، وما بتحطش عليها اي محلول وبعدين تحطها في عينيها. مش دي النسيبة اللي هي طالعة تقول الفيديو دوت، لا، النسيبة ان في كتير جدا في الكومنتات بيقولها واحنا كمان، فخدوا بالكم لان ممكن تخسروا اصلا عينيكوا فيها خالص، فاحذروا احذروا احذروا بجد. الفيديو ده احزنني جدا، خدوا بالكم لان بجد ممكن تفقدي عينك، الله لا يقدر. فدايما الحاجة لما بستخدمها صح انا بتلاشى اضرارها، هستخدمها غلط ممكن اقع في اضرار كبيرة جدا انا في غنى عنها. في غلطة كتير جدا بيقعوا فيها، وهي محلول الملح. يا جماعة محلول الملح عمره ما هيكون بديل لأي نوع من أنواع اللي هو محلول المخصص للعدسات. لو عمل حطيت شيء ممكن في مرة يسبب لك انك العدسة تتحرك وتطلع فوق خالص في عينيكي، ما تعرفيش تطلعيها وتضطر تروح للدكتور وتسبب لك مشاكل كبيرة قوي.
فاحذري محلول الملح، لا تغسلي بيه العدسات ولا تغسلي بيه حتى العبوة ولا تستخدميه اطلاقا، يا اما تستخدمي محلول مخصص للعدسات اي نوع يريحك، يا اما لا لا لا. وممكن اكتب لكم الانواع كويسة لو انتوا عايزين. كنت حابة الفيديو يكون صغير ما يكونش طويل. لو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن العدسات وازاي اتعامل معاها صح وازاي اتجنب مشاكلها وازاي العدسة البسها وتبقى مريحة كده في عينيا، ممكن ابقى اكلمكم عن الموضوع ده بعدين لو انتوا حابين اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش تتابعوني على انستجرام، وشكرا لكل حد كمان معايا الفيديو للاخر، بحبكم قوي.